في شهر ديسمبر تكريماً للفنان عبد الإحسان عبد الرضا تشاهدون على الظفرة باقة من أحلى المسرحيات. عساك ما أشوف واحدة في السينما إلا وحبيت نظرة واحدة كانت خطبك. تبي فيني شاريني وراي شغل وراي خمام وراي غسال وراي طباخ الحين ريلي ريلي. مسرحية عزوب السالمية ويخبطني مبروك 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 تندش شيده بمخباته ويقول لي تفضل شن عطاك؟ عطاني كرته خير من هذا اليوم. إيه هذا أنت اشتغلت بهارديز؟ مسرحية مراهق في الخمسين يقول كان رحمه الله كلب من 16 كلب لكنه كريم 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 أحد لك أقول سند إيش رأيك في الحب؟ والله يعني زين أحسن من التدخين. مسرحية على هامان يا فرعون شركتكم هذا إيش اسمها؟ شركتنا بيض الخعفق العقارية. هذا عيبنا دائما نتراجع عن مواقفنا. نعم قلت له غلط اللي بتعمله. أنا مجنون عايز فلوس أعمل له إيه؟ الله اللي يتكل عليك أرد منك يا حمدي. ليه يا عم؟ أنت من هالبيت بهالتسريحة وتخارج. مسرحية فرسان المناخ المسرحيات الكوميدية للفنان عبد الإحسان عبد الرضا في الأوقات التالية على الظفرة.